أحسن الله إليكم لي والد تقول الأخت لي والد متوفى ويرغب وأرغب أن أعمل له عمل صالح، أي الأعمال تصل الميت في مثل هذه الحالة؟ أصل إليه ما ورد إلي ما ورد به الدليل من الصدقة عنه والحج والعمرة عنه والدعاء له، هذه الأشياء وردت بها الأدلة فيجتهد فيها. نعم.